تفاصيل كثيرة في حياة قبيلة الزولو تخص الزواج والنساء ومهور العرائس الذي يصل إلى 24 بقرة وعدد الزوجات الذي يصل إلى 40 زوجة في بعض الأوقات بخلاف المحضيات. هذا بخلاف العادات الغريبة التي يمارسها الزولو في حال موت أحد أفراد القبيلة. فتابعوا هذا الفيديو وستتعرفوا على عادات وتقاليد الزولو الغريبة. تعد قبيلة الزولو من أغرب قبائل إفريقيا وأكثرها عدداً، ولقد انتشرت القبيلة في القارة الإفريقية في فترة الملك شاكا، لذا كانت لهم مملكة عظيمة لكثرة عددهم وبسالتهم في الحروب، وكان الجميع يخافون منهم خاصة إذا عرفنا أنهم يقومون بالسر ويعتقدون أن الأجداد عندما يموتون فإنهم يعودوا إلى الحياة على هيئة ثعابين، وأنهم موجودين كذلك ويظهرون في الأحلام ويتشكلون على هيئة أمراض تهاجم البشر، أي أن الأجداد والأسلاف لا يموتون، لذا عندما يموت أحدهم يقدمون له القرابين والأضاحي كي لا تصيبهم لعنة الأرواح الشريرة فيما بعد. وعندما غزت بريطانيا قارة إفريقيا عام 1800 طبقت سياستها الاستعمارية المعروفة فرق تسد، فتم تفريقهم وتقسيمهم. وتتحدث قبيلة الزولو لغة خاصة يطلق عليها إيزي زولو، وهم يعتقدون بقوة في الأرواح، لذا يتم ذبح الأضاحي كطقس ديني للحماية ودوام الصحة وجلب السعادة. وتعتبر الأرواح وارتباطها بالأجداد مهمة في الحياة الدينية لقبائل الزولو، ويتم تقديم القرابين والأضاحي. وهناك ساحرة أو كاهن يعالجان من السحر وسوء الحظ، ويعتقدون أن أي شيء غامض يحدث نتيجة مرسل بروح غاضبة، فقد يطلبون من العراف أو الكاهن العلاج بالأعشاب للتواصل مع هذه الأرواح لترضيتهم، كما يقومون بالصلاة لطرد هذه الأرواح التي تهاجمهم ومنها الأمراض لحل هذه المشاكل لدى الأفراد. وهم يحتفلون كل عام بيوم في شهر سبتمبر من كل عام، وتتميز هذه العطلة بالاحتفالات وذبح الماشية لإحياء ذكرى مؤسس مملكة الزولو. وفي هذا اليوم السعيد يرتدي شعب الزولو ملابسهم التقليدية الكاملة، الملابس والأسلحة، ويجتمعون في شاهدة شاكا، أي مكان الاحتفال، ويسمى احتفال أوكو يوشواما، وهو احتفال سنوي يحتفل بحصاد جديد. إنه يوم صلاة يشكر فيها شعب زولو خالقهم وأسلافهم حسب التقاليد، وفيه يطلب من فوج جديد من المحاربين الشباب مواجهة ثور لإثبات شجاعتهم واكتساب قوته عند انتهاء حياته، ويعتقد أن هذه القوة تنتقل بعد ذلك إلى ملك الزولو. كما كانوا يحتفلون هناك بالبلوغ، وبعد الحفل تعلن الفتاة أنها مستعدة للزواج، وتبدأ بعدها أيام المغازلة، وتبدأ الفتاة الخطوة الأولى بطلب يد الشاب الذي يناشدها، ويكتبون حروف الحب المكونة من الخرز والتي تحتوي على ألوان مختلفة لها معان مختلفة وتركيبات معينة تحمل رسائل معينة، ويحدث التعارف. وبمجرد أن تقرر المرأة الزواج تتزوج من الشاب الذي أرادته، أي أن المرأة هي من تقرر الزواج وتختار وتخطب من سيشاركها الحياة الزوجية. والزولو يتميزون بطيبة، فهم شعب ودود متسامح، لأنهم يعتقدون بفكرة أن الكائن البشري هو الأعلى بين جميع الأنواع. وعند بلوغ الفتاة 21 عاماً فإنها تحظى باحتفال خاص، حيث يتم إخفاؤها أسبوعاً داخل كوخ من دون أن تتمكن من لقاء الشباب. وبعد انتهاء أسبوع الحجر المنزلي تضج القرية بالرقص والاحتفال، قبل أن يتقدم إليها والدها شاكراً لأنها حافظت على عذريتها إلى هذه السنة. وينتهي هذا الاحتفال المعروف باسم مورمي بحفلة خاصة يوضع خلالها رداء على جسد الفتاة، ويتم وضع الهدايا على هذا الرداء، ومن ثم تصبح للفتاة حرية اختيار مستقبلها مع زوج أو صديق.
ويكون المهر عند الزولو غالباً بين 11 و24 بقرة فأكثر حسب الظروف والقدرة المادية للعزاء، ويمنع على العروس ارتداء كثير من الملابس حين دخول الضيوف إلى منزل العرس، بل تكتفي بقبعة وغطاء يستر الجسد، ولكن عليها أن تغطي وجهها بنقاب خفيف معد من الخرز يحمل اسم إنفغازي، وتحمل العروس مظلة وسكيناً، وذلك لتأكيد تقلبات الحياة وصعوباتها. وفي مجتمع الزولو يشيع تعدد الزوجات والعشيقات، بل قد تصل زوجات الرجل إلى أكثر من 40 سيدة مع سرب آخر من الصديقات والعشيقات. ورغم التحولات الاجتماعية الكثيرة التي تعصف بكثير من العادات، فإن مجتمع الزولو ما زال يحافظ على تلك العادة التي تثير في الغالب لغطا واسعا في مجتمعات أخرى. يمثل الرقص عنصرا أساسيا في حياة الزولو، وبإيقاع فريد يقفز الجميع إلى الأعلى ويركزون رماحهم أو عصيهم الطويلة في الأرض، ويأتي الرقص عندهم تعبيرا عن الفرح والحزن أو استعدادا للحرب والسلم أو احتفاء بالعريس أو توديعا للميت. ومن بين طقوس توديع الموتى أيضا الاحتفاظ بالجنازة 6 أيام حتى يتم إبلاغ كل أقارب برحيله، وعند حفر القبر يتولى أحد الكهنة تلاوة الصلوات عليه لمباركة القبر قبل أن يتم إنزال التابوت الملفوف ببطانية جديدة ورفعه على مجموعة من العصا داخل القبر. وطيلة هذه الأعمال يتم إبلاغ الميت ومخاطبته بما يجري حوله، وذلك لتطيب خاطره، كما تنظم على جوانب القبر رقصات الوداع وتصاحبها أهازيج الغناء حتى يكون الميت سعيدا فيما هو مقبل عليه من عالم آخر.